لكن الحقيقة كل موضوع فيهم فيه تفاصيل كتيرة جدا من خلالها تطمنوا على مسار الكرة المصرية في هذا الأسبوع المهم جدا، وأيضا ترتيبات النادي الأهلي في كل الاتجاهات. وهذه عناوين الحلقة. المنتخب بين الواقع والأحلام المؤجلة. الأهلي والاستعدادات السوبر. والقضية المهمة، كنز الأهلي، تسريب أم تخريب؟ ده التلات عناوين الرئيسية يا باشمهندس، لكن خليني أبدأ معاك في كتير من الأخبار المهمة النهاردة. لو قلنا النادي الأهلي بعت لبرضو مصائب قوم عند قوم وفوائد، تعويم الجنيه خلى الأهلي والزمالك اللعيبة اللي باعوهم الفلوس اللي كان ليك عند أندية أجنبية بالدولار، بعد ما كان الدولار بستة وبثمانية أصبح الدولار بيقرب من 20 جنيه، فارتفعت مديونية الأهلي لدى نيانجين الصيني اللي اشترى عقد إيفونا، أو اندرلخت البلجيكي اللي اشترى عقد محمود حسن تريزيجيه. فالنادي الأهلي بيبعت انذار لنيانجين الصيني علشان الفلوس اللي متأخرة عنده بقيمة 3 ملايين دولار، أي نحو 60 مليون جنيه. دي كانت مستحقة يوم 31 ديسمبر، والنادي الصيني بعت قال معلش يا جماعة استحملونا شوية عشان في بعض الإجراءات الحكومية اللي عطلت تحويل الفلوس. الأهلي أيضا ليه عند اندرلخت البلجيكي قسط قيمته 800 ألف يورو، أي ما يعادل 15 مليون جنيه، كان يستحق الدفع في أول يناير الحالي، بقيت فلوس محمود تريزيجيه. هي هذه المستحقات لم تعظم قيمة المديونية لدى هؤلاء الأطراف، المديونية عليهم بالدولار. هي بالدولار. لكن عظمت قيمة العائد بتاعنا المحلي بالنسبة لنا إنه تضاعف، وهو ده يمكن الشيء اللي كنا بنتكلم فيه في مسألة غسيل الأموال والكلام ده. غسيل الأموال هي ظروف، مفيش حاجة اسمها يعني أهو كل يوم والتاني بيتضح حجم الأموال اللي الأهلي خدها واللي ليه لسه ما خداش. ارجو ان الانديه دي تلتزم في المواعيد، لان طبعا الاموال دي بيفصح ان هي في تعاقدات على يعني فرع رابع، و يعني محتاجينها في هذا التوقيت المهم. عندك المنتخب العسكري النهارده حقق فوز كبير، يعني تمكن من الفوز على كندا في بطولة العالم العسكرية المقامة في سلطنة عمان في المجموعة الرابعة برضه. في المجموعة الرابعة 4-0 في المجموعة الرابعة، وكرة اليد في المجموعة الرابعة زي ما قلنا لكم، ومنتخب الكورة في الجابون في المجموعة الرابعة. دي أهداف يمكن مباراة مصر وكندا. كان متعادل في المباراة الأولى 1-1 مع بولندا، ودلوقتي النهاردة كسب كندا 4. دي لقطات من مباراة كندا النهاردة، اللي سجل كمان سجل الهدف الاول فيها زي ما انتم شايفين احمد عيد عبد الملك في الدقيقه 36 من ضربه جزاء، حسام باولو اضاف الهدف الثاني بضربه راس في الدقيقه 39 قبل ما يسجل احمد الشيخ الحقيقه هدف رائع في الدقيقه 64، واختتم مؤمن زكريا الهدف الرابع في الدقيقه 84. اعتقد 4 اهداف رفعت رصيد منتخب مصر في البطوله الى 4 نقاط. زي ما قال لكم المهندس عدلي، كان اتعادل المنتخب المصري العسكري مع بولندا 1-1 في مباراة أو المباراة الأولى في هذه البطولة، اللي منتخب مصر العسكري بيتطلع إن شاء الله للعودة بكأسها من مسقط. المنتخب العسكري عنده مباراة مهمة مع سوريا. هدف مارادوني. صحيح. هدف مارادوني. شفت عنده راوغ. شوف شوف شوف. وهو ده الفكرة من مبدأ الإعارة اللي بيعمله أحمد الشيخ، ده رسالة للعيبة اللي زعلت شوية من الإعارة يا باشمهندس أو من عدم قيدها في الفترة الأخيرة أفريقيا. وأنا أعتقد فكرة أن أنت أحمد الشيخ يروح فيحافظ على هذه الجدية العالية جدا في الأداء، يحافظ على تطوير أدائه، يحافظ على رغبته في أن هو يرجع النادي الأهلي وإن شاء الله يرجع منتخب مصر، وكل مباراة بياخدها وكل فرصة بتجيله بيثبت فيها فعلا أنه جدير بالعودة. أحد المهارات اللافته للنظر الخاصه جدا، لو استطاع احمد الشيخ، ودي في كره في ملعبه هنا، يستطيع ان يكون واحد من افضل من مثله النادي الاهلي، ان يطوع مهاراته في الاداء التكتيكي والجماعي للنادي الاهلي.
لان زي احنا لسه كنا بنتكلم على الكابتن ابو تريكه وتحدثا عنه يبقى كابتن بركات كل اللي قدروا يطوعوا مهاراتهم في اطار عمل جماعي، ولكن يتميزوا بقى بالخصوصيه بتاعت المهاره العاليه كمان ما يجي الموقف الابداعي الذي يعني يحتاج الى قرار شخصي، يبقى هو ده قيمه اللاعب الفنيه عاليه جدا. ارجو ان هو يعني ما رجعش دلوقتي، هيرجع في نهايه الموسم باذن الله، لكن يرجع وهو مدرك لا طور نفسك بقى عشان تبقى اللاعب الذي يحدث الفارق مع النادي الاهلي باذن الله، لانه يملك كل هذا. وده بيرجعنا لحمدي زكي، محمد حمدي زكي وميدو جامد. نفس الفكره، مفيش داعي ان انا اتصرف بشكل عدم احترافي باحباط او بكلام وكان الامر مصيري في ايد غيري. اذا كنت لاعب موهوب مصيرك في ايدك، اثبت نفسك. صح. كنا نتمنى يثبت نفسه بسرعه مع النادي الاهلي، ولكن واضح ان النادي الاهلي بيحتاج وقت انك تنخرط فيه. طب النهارده الكابتن عبد الله السعيد بقى له كام سنه في النادي الاهلي؟ صحيح. هو السنه دي احسن لاعب في مصر. اذا في تطور بيحصل عندما تطوع مهاراتك وتبتدي تشرب الاسلوب والخططي والجماعي هتنطلق. في ارينا ان في موافقه مبدئيه لمحمد حمدي زكي انه ممكن يقبل عرضه الى نادي انبي، ولكن التمسك بميدو جابر بيضع عليه مسؤوليه بقى. انك يا ميدو لا ركز بقى وسيبك من الشغل اللي المقربين منك عايزين يجرجروك له، انت لاعب تستطيع ان تحدث فارق. يعني حاجتين ما تقعش فيهم، ما تقعش فيهم لا الاحباط ولا الغضب ولا الرغي. ما اللي بيتكلم هو اللي ما بيشتغلش يا استاذ ابراهيم. صحيح. يعني اللي بيشتغل ما عندوش وقت يتكلم. واللي واثق في نفسه همه يطور نفسه، خاصه ان اختيارات المدرب هو النهارده الكابتن رمضان صبحي لما راح انجلترا بيلعب اساسي، ولكن هياخد وقته لحد ما يبقى لعيب اساسي. اذا المساله في فريق، انت مش رايح على فريق يعني على ما يقدروا يعشقوا التيست ده. انك تروح على فريق كبيرة محتاج نجم بمهاره فرديه يحدث فارق عنده، في فرق انك انت هتروح تلعب في افاق اخرى. صحيح. بطولات افريقيه، بطولات انديه عالم، المساحه بتاعتك هتختلف. فارجو ان كل واحد فيهم يغتنم الفرصه، سواء اللي بقى زي ميدو جابر ولا هيعار زي محمد حمدي زكي، ان هم كل واحد فيهم يغتنم الفرصه، لان دي فرصه ودي فرصه. لكن فرص الاعاره بالذات للشباب يا باشمهندس، انت من خلال خبراتك في التعامل مع الطريقه ديت افضل الحلول. انا ان كنت العناصر الشابه اللي عندك عير. كل انا اول واحد من يعني تنبه لهذه النقطه. وقلت لهم في النادي الاهلي من بدري بدري نخرج اللعيبه دي عشان نعرف نحكم عليها. 18 يعني. سنه ياخد خبره كويسه من دلوقتي. ما زي ندفت زي بص، ما تستناش لما تضطر تستغنى عنه باللوائح الغريبه بتاعت الكره المصريه، ان اللي بره ال 30 يبقى فري والكلام ده ما مش موجود في العالم. كل من له عقد هو ملتزم مع ناديه طالما انه بيديله حقوقه يعني. لان كابتن مؤمن زكريا اساسي في النادي، اساسي في النادي. يلعب في الحته دي وفي المساحه دي مع الجمهور ده ومع الاعلام ده ومع الافاق اللي بتتفتح له. لا، لازم طبع نفسك على النادي الاهلي، ما تطلبش منه العكس. بمناسبه الشباب، خليني اقول لك ان منتخب الشباب مواليد 97 اللي بيقوده الكابتن معتمد جمال لعب مباراه وديه مع المغرب، فاز منتخب مصر بهدفين، سجلهم اسامه جمال في الدقيقه 21 وناصر ماهر في الدقيقه 29 من ضربة جزاء. يمكن معتمد جمال دفع في بداية المباراة بتشكيل ضم عمر وائل وعمرو السعداوي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأكرم توفيق وأحمد رمضان وأحمد حمدي ومحمود سامي وناصر ماهر ومصطفى محمد. وكان على دكة البدلاء برضو عدد من الناشئين الواعدين سواء من الأهلي أو من بقية الأندية، محمد عصام ومحمد صلاح مصطفى محمود وعلي حسين ومدحت إبراهيم وعمر مرموش ومحمد صادق واحمد مصطفى وصلاح محسن وعمر يحيى. منتخب مصر للشباب المفروض هيلعب مباراه وديه ثانيه ان شاء الله بكره الساعه 3 العصر مع المغرب، يعني الوديه الثانيه مع المغرب بكره في استاد القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اتوقف عند ناصر ماهر جدا.
ده ناصر وماهر جدا جدا. صحيح. ناصر طلع من سنتين وجريده طلعه. جاله قصيب حاجه غريبه، ناشي يطلع يجيله رباط صليب. رباط صليب نادرا ما تحدث. وحصلت لمحمد حسن لعب خط الوسط برضه بتاع ال 21. كان واحد هيبقى من اهم في كده، ستايله زي طارق حامد، نفس القوه نفس محمد حسن ده. لكن ناصر ماهر وقتها كان عنده كام سنه؟ تحت 17 سنه. 17 سنه اللاعب ده. تذكر ارجو ان احنا يعني نركز عليه باهتمام، هي واحد مهم جدا. حتى لو شفت ضربه الجزاء لعبها بطعم وثقه وشخصيه. لما تشوفها يا رب يجيبوها لنا، جيبوها لنا تاني الناس تشوفها. اللي لعبها كابتن ناصر ماهر. بص بص الاداء، بص الاداء الحركي. ده لعيب موهوب يعني باصص. هي دي بتاعت ناصر ماهر. واسامه جمال كمان. لا دي بص بص الشيب اللي اتلعب ثقه. انا بخاف منه بس هي بتعكس الشخصيه. انا ما بحبش الحاجات لكن لعيب مهم جدا ارجو. وده برضو من اللعيبه المعاره. معار. معار طبعا. هيرجع باذن الله بيلعب في الدوري الممتاز ومعار. طيب واسلام الفار ما هو لعيبه موهوبه جدا. صحيح. النهارده وكالات الانباء خرجت علينا بتقرير على لسان ماركو فان باستن، الراجل واحد من نجوم الكره الكبار طبعا، عايز يعمل حته سسبنس شويه في الكوره.